مرحبا بحضراتكم. في لحظة سياسية معقدة تبحث أوروبا عن شريك استراتيجي ربما لتعويض غياب روسيا في أعقاب تأزم العلاقات معها جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا لأكثر من عامين، وتحسبا لأي متغيرات في الشراكة مع الولايات المتحدة في ضوء التخوفات من وصول المرشح الرئاسي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ورغم أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والصين تحمل أوجه متعددة بين محاولات لتأسيس شراكة استراتيجية من جهة ومطالبات داخل البيت الأوروبي بضرورة فرض تعريفات عقابية على قطع أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية الصينية من جهة أخرى، إلا أن الصوت الألماني الفرنسي المطالب بطي صفحة الخلافات وتعزيز التعاون التجاري هو الأقوى والأعلى بين باقي دول التكتل الآن، رغبة في إعادة العلاقات إلى مرحلة المنفعة المتبادلة بين الطرفين. فما دلالات زيارة المستشار الألماني أولاف شولز إلى الصين في التوقيت الراهن؟ موضوع مطروح للنقاش. ملامح حقبة جديدة من الشراكة بين الصين وأوروبا بالتزامن مع زيارة المستشار الألماني إلى بكين والدعوة الفرنسية الألمانية إلى ضرورة إعادة التوازن في العلاقات. بين محاولات إعادة بناء الثقة وشراكة مضطربة يشوبها التنافس والحذر، هكذا تسير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، ولكن يبدو أن معطيات المشهد الدولي الراهن قد تدفع الجانبين إلى فتح صفحة جديدة من التفاهمات. وتعد زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس الأخيرة إلى الصين بمثابة إشارة إلى بدء حقبة مختلفة من التعاون بين برلين وبكين في زيارة وصفت بالأطول لبلد واحد منذ توليه منصبه في 2021. يختتم شولتس المحادثات المشتركة مع المسؤولين الصينيين حول سبل تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية الشائكة في توقيت تتصاعد فيه التوترات بين بكين وواشنطن، وتمارس الأخيرة ضغوطا مستمرة على أوروبا من أجل تبني موقف مناهض للصين. هذه الزيارة تأتي في أعقاب دعوة فرنسية ألمانية إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية بين أوروبا والصين، بجانب التأكيد على أهمية تحفيز القدرة التنافسية الأوروبية نظرا لإدراك الدولتين أهمية التأثير الصيني على ملامح التجارة العالمية والدور المرتقب لبكين في الحرب الروسية الأوكرانية لتقاربها الواضح مع موسكو. يبدو أن العلاقات الأوروبية الصينية لا تثير المخاوف لدى حلفاء أوروبا فقط، بل تتسبب في زيادة الانقسام داخل التكتل الأوروبي، حيث ترفض بعض الدول النهج التصادمي تجاه بكين مطالبة ببناء شراكة استراتيجية معها، بينما تنظر دول أخرى إليها كمصدر تهديد. فكيف يصبح شكل المرحلة المقبلة بين أوروبا والصين؟ نبدأ نقاشنا. ينضم إلينا من القاهرة الدكتور بشير عبد الفتاح الكاتب والباحث السياسي بالأهرام، وينضم إلينا من برلين عبد المسيح الشامي المحلل السياسي، ومن شيكاغو كريغ كادز الباحث في الشؤون الأمريكية، ومن بكين سعاد يايشين هو الصحفية الصينية. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام. أبدأ من القاهرة مع الدكتور بشير عبد الفتاح. دكتور بشير، إذن يختتم المستشار الألماني أولاف شولتس زيارته إلى الصين بعد زيارة دامت 3 أيام، تعد هي الأطول لبلد واحد منذ توليه المنصب. ما الذي تريده ألمانيا في رأيك من هذه الزيارة في هذا التوقيت؟ تحية لك إيمان ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدي القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر في كل مكان. هذه الزيارة تعد الثانية للمستشار الألماني أولاف شولتس منذ مجيئه إلى السلطة في ألمانيا عام 2021.
قام بزيارته الأولى عام 2022، ولكنها كانت مقتضبة بسبب كورونا وتداعياتها. الآن هذه الزيارة هي الأطول كما تفضلت في سؤالك له في الخارج. الهدف من هذه الزيارة هو تفعيل الاستراتيجية الألبانية في العلاقة مع الصين، والرامية إلى التنويع، تقليل المخاطر، البحث عن منافسة عادلة، تنسيق التعاون ما بين ثاني اقتصاد في العالم وهو الصين وثالث اقتصاد في العالم وهو ألمانيا، وأيضا إعادة التوازن للعلاقات ما بين الصين والدول الغربية. وفي ثنايا هذه الأهداف هناك أهداف فرعية، حيث لجأ حزب الخضر الشريك في الائتلاف الحكومي في ألمانيا إلى مطالبة شولتز بفتح ملفات حساسة مع الصين كحقوق الإنسان، الديمقراطية، التحول الطاقوي، التغير المناخي، علاوة على لعب دور صيني في إنهاء النزاع الروسي الأوكراني من خلال الوساطة الصينية، لا سيما وأن الصين لم تعلن إدانتها للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. بين هذه الأهداف تحاول ألمانيا أيضا إحداث حالة من التوازن في العلاقات الاقتصادية مع الصين، خاصة وأن صناعة السيارات الألمانية التي تعد عصب الاقتصاد الألماني تعرضت لهزة جراء المنافسة غير المتكافئة وغير العادلة مع الصين، لأن الحكومة الصينية توفر دعما كبيرا يعد ما يتراوح ما بين 3 إلى 9 أضعاف الدعم المقدم لصناع السيارات في الدول الأخرى. يعني الحكومة الصينية تدعم صانع السيارات والمنتجين 9 أضعاف ما تدعم به الحكومات الأخرى في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا وغيرها من الدول. ومن ثم المنافسة غير عادلة، لأن سعر السيارات الصينية سواء كانت تلك التي تعمل بمحرك احتراق داخلي أو الكهربائية يعد سعرا تنافسيا علاوة على الجودة الفائقة. ومن ثم أعتقد أن شولتز يسعى إلى تحقيق أهداف اقتصادية، أهداف سياسية، أهداف بيئية ومناخية من وراء هذه الزيارة. طيب أذهب لأستاذ عبد المسيح الآن في برلين نأخذ رأيه أيضا. الزيارة الثانية إذن للمستشار الألماني كما ذكرنا منذ توليه المنصب، لكن اللافت أنه هذه الزيارة بتتزامن مع اندلاع عدة صراعات وتوترات في منطقة الشرق الأوسط، تبادل للجانبين الروسي والغربي، حرب كلامية حول الوضع في أوكرانيا. ماذا تنتظر أوروبا وليس برلين فقط من هذه الزيارة؟ تحية لك بداية ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. لا شك أن كما تفضلت اليوم ألمانيا ربما يعني تقوم بهذه الزيارة ليس فقط يعني بالأصالة عن نفسها، بل بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، كون أن ألمانيا كما يعرف الجميع هي قاطرة، هي التي تقود الاتحاد الأوروبي، وخصوصا فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية. وعندما نتكلم عن الصين أكبر شريك الاتحاد الأوروبي ككل وليس فقط في ألمانيا، أعتقد أن هذا الأمر يعني الكثير. بكل الأحوال كما تفضلت هذه الزيارة الثانية، ولكن أعتقد أن وكما أعلم أن التبادل وأن العلاقات لم تنقطع وكانت على الدوام مكان اهتمام كبير من قبل الدولتين في أعقاب طبعا الحرب الأوكرانية. لا شك أن الأمور توترت بشكل أو بآخر، وحدث هنالك بعض الخلل في العلاقات، ولكن الوضع أو النتائج التي أدت إليها الحرب الأوكرانية والقطيعة مع روسيا التي كانت تعتبر ربما من أهم الشركاء للاتحاد الأوروبي، والتي حتى الآن لم يستطع الاتحاد الأوروبي تعويض العلاقات وتعويض مستوى التبادل، وأيضا كل ما كانت تقدمه روسيا للاتحاد الأوروبي لم يستطع الاتحاد الأوروبي تعويضه من أي دولة أخرى. وبالتالي اليوم تعتبر العلاقة مع الصين التي تعتبر كما قلنا هي من أهم العلاقات كمصدر أساسي لكثير أو داعم أساسي للاقتصاد. يعني لا يفهم أنه لا يوجد شركة ولا يوجد مؤسسة صناعية في الغرب ككل وليس فقط في الاتحاد الأوروبي لا يوجد مصانع لها أو مصانعها تقريبا كلها موجودة في الصين. يعني لا يوجد اليوم من المكنة الألمانية ولا يوجد شيء من الصناعات الألمانية إلا القليل ما يصنع في داخل ألمانيا. على سبيل المثال أن تكلفة تصنيع هذه المعدات والآلات والتجهيزات ب
بكل أحجامها على فكرة يكلف الكثير ولا يمكن تغطيته ولا يمكن أن يصبح بعد ذلك ربما المنتج الألماني منتج منافس في العالم. وبالتالي اليوم الشركات والمؤسسات الأوروبية والغربية هاجرت منذ زمن طويل حقيقة إلى الصين، وبالتالي الصين تعتبر مصنع العالم ومصنع الغرب بشكل أو بآخر، إضافة إلى كثير من الأمور الأساسية والمواد الأساسية التي تدخل في كثير من الصناعات، على سبيل المثال صناعات الأدوية، كل المواد الفعالة التي تدخل في صناعة الأدوية تصنع بالصين حصرا بشكل أو بآخر أو في مجملها. وبالتالي علاقة مع الصين ليست علاقة عادية، نحن نتكلم عن علاقة تتعلق أو مرتبطة بصميم وبجذر. لكن سيد عبد المسيح، هذه هي كل ما ذكرته حضرتك، هذا موجود منذ سنوات، منذ عدة سنوات. ما الجديد في اختيار هذا التوقيت في رأيك بالنسبة للجانب الأوروبي؟ سريعا لو سمحت. تماما، أعتقد التوقيت مرتبط بالوضع الاقتصادي الذي بدأ يتردى وبدأت يعني تظهر نتائج سلبية جدا للحرب الأوكرانية بشكل أو بآخر. لا يخفى على أحد الاقتصاد الأوروبي وخصوصا الألماني يعاني من تراجع كبير نتيجة الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي انعكست سلبا على أوروبا، وبالتالي أي توتر وأي إشكال اليوم مع الصين. لذلك نسمع على سبيل المثال من السياسيين الألمان والفرنسيين بأن العلاقة مع الصين يجب أن تعود إلى توازنها الطبيعي، وإلا سوف يكون هنالك مشكلة اقتصادية كبيرة حقيقة. الاتحاد الأوروبي بدأ يدخل في مرحلة الأزمة الحقيقية والتراجع الحقيقي في الأداء الاقتصادي على صعيد التمويل والتصنيع وكل هذه الجوانب. طيب، اسمح لي أقف عند هذا الحد وأذهب إلى كريغ كاتز الباحث في الشؤون الأمريكية. سيد كريغ، تمارس الولايات المتحدة ضغوطا مستمرة على أوروبا لتبني موقف مناهض دائما للصين. هل تصريحات وزيارات المسؤولين الأوروبيين الفترة الأخيرة تشير إلى تباعد الرؤى بين أوروبا وواشنطن حول مسألة العلاقة مع بكين؟ لا أعتقد أنه بالضرورة يكون هناك خلافات كبيرة، ولكن بالطبع هناك بعض الدرجات من الاختلاف، لأن الولايات المتحدة لديها بعض المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن كثير من الأمور الأخرى وعدم تحقيق التوازن في التجارة وميزان الاقتصاد. يمكن أن نرى على مدار العام الماضي كيف أن إدارة بايدن استطاعت أن تتعامل مع عدد من الملفات من أجل ضمان أن الولايات المتحدة لديها إنتاجها الخاص في كثير من المجالات التكنولوجية، وكذلك الولايات المتحدة ومع الحلفاء كانوا داعمين لأوكرانيا على الدوام. الصين اتخذت موقفا متحفظا وكان لها وجهة نظر مغايرة، وأعتقد أن الولايات المتحدة بالطبع سوف تلوم على الصين اتخاذ هذا الموقف من خلال دعم روسيا والذي يؤدي إلى كثير من التداعيات، وقد حثت روسيا وحثت الصين على وقف الدعم لروسيا. فبالتالي من هذا المنظور أعتقد أن الولايات المتحدة وأوروبا لديهم نفس المنهج والمسار، والمنهجية مختلفة بالطبع، ولكن نفس وجهة النظر فيما يتعلق بالصراعات حول العالم. والولايات المتحدة أيضا أصبحت لها تقدما كبيرا في هذا المنهجية، وبالطبع ألمانيا والولايات المتحدة كان لهم علاقات طيبة وقوية للغاية، ولكن كان هناك بعض التأثير منذ أن كان الرئيسين للبلدين كان لهم الكثير من التفاعلات على المستوى الشخصي، وبالطبع هذا يزيد من حدة المخاوف فيما يتعلق بالعلاقات الصينية الأمريكية، وربما يكون هناك كثير من الخفات في هذا الملف. مرة أخرى أعتقد أن الأمر يتعلق بوجهة النظر الأمريكية فيما يتعلق بالانتهاكات الصينية لحقوق الإنسان التي يمكن أن يكون هو المخاوف الأساسية، ولكنه ليس بنفس الدرجة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث أن الولايات المتحدة تضع اهتماما كبيرا على هذه القضية. مرة أخرى ألمانيا والصين هم الاقتصاد الثاني والثالث في المرتبة حول العالم، ومن الأهمية بمكان أن تعطي الولايات المتحدة نفس الثقل لهذين الاقتصادين وتضعهما في الحسبان طبعا عند التخطيط لأي منهجية مستقبلة لضمان عدم الإضرار بمصالحها. لكن ما شكل النظرة التي تنظرها الولايات المتحدة لتطور العلاقات ما بين هذه الدول والصين؟ أعتقد أن الولايات المتحدة ترغب في أن ترى أن العالم أجمع والنظام العالمي
يتسق من خلال اتخاذ الكثير من الإجراءات فيما يتعلق بالعلاقة مع الصين، بحيث يكون هناك توازنا وحتى أن يكون هناك حدا من التفاعل الصيني فيما يتعلق بدعم روسيا والهيمنة في الإقليم. فبالتالي هناك بالطبع بعض الأمور التي تعتني بها الولايات المتحدة التي تؤدي إلى عدم الاتزان من قبل الصين. فبالطبع هذا هو الموضوع الذي تتناوله الولايات المتحدة مع الحلفاء والشركاء في المنطقة، وبالطبع ترغب في أن يرى أن الاتحاد الأوروبي ينتهج نفس المسار، وأن ما يحدث هذا يحل هذه المسألة الكبرى. نعم، أذهب لي الصين هذه المرة من بكين سيدة سعاد يايشين. سيدة سعاد، الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا المستشار الألماني إلى تنحية الخلافات والبحث عن أرضية مشتركة. ماذا تريد الصين إذن من إعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في هذا التوقيت تحديدا؟ مساء الخير، تحية إلى سيدتي الكريمة وإلى ضيوفنا الآخرين. يمكن أن نرى أن يعني الصين تهتم كثيرا بهذه الزيارة، وأعتقد أن الصين تريد أن تعزز عبر هذه الزيارة أولا علاقاتها وتنسيقها مع الجانب الألماني، وحتى يعني تنسيقها مع الجانب الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الاختلافات بين الصين والدول الأوروبية في المواضيع المختلفة، وبما فيها السياسية والاقتصادية والتجارية، ولكن من جانبها تعتقد الصين دائما أن الصين والدول الأوروبية ليست لديها الخلافات كثيرة، يعني ليست لديها المواجهة، وإن التعاون بين الصين والدول الأوروبية يعتبر اتجاها رئيسيا. لذلك فإن الصين تلتزم دائما بتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية وكذلك السياسية مع الجانب الأوروبي. أعتقد أن زيارة شاوس للصين هذه تعتبر فرصة جيدة لتعزيز التنسيق والحوار بين الصين وألمانيا. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن نلاحظ أن مع وفد شاوس هذه للصين هناك عدد كبير من المسؤولين من ألمانيا، من حيث البيئة ومن حيث الرقم الاقتصادي وكذلك يعني السيارات. وبالإضافة إلى ذلك، الوفد الكبير من رجال الأعمال الألمانيين من مختلف الشركات الألمانية الكبرى. وكما لاحظت أن هناك العديد من المشاركين الأعضاء لهذا الوفد الألماني قد أعربوا عن عزمهم لتعزيز التعاون بين ألمانيا والصين. أعتقد أن ذلك يعتبر النتائج من هذه الزيارة. طيب، أعود للقاهرة مع دكتور بشير. دكتور بشير، حضرتك أشرت في حديثك إلى ملفات حساسة متعلقة بالجانب الحقوقي والسياسي اللي بيختلف به بدرجة كبيرة الاتحاد الأوروبي عن الصين. هل ترى أن أوروبا من الممكن أن تستطيع أن تحرز تقدما في هذه الملفات، أم يعني تردقها الصين أو تردخ الدول الأوروبية على تحييد مثل هذه الملفات وإبقاء الوضع على علاقات اقتصادية ومنفعة متبادلة فقط؟ حقيقة الأمر إيمان أن ملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان تعد من الخطوط الحمر في علاقات الصين بمحيطها الخارجي. الولايات المتحدة الأمريكية طالما دأبت على استغلال هذين الملفين لابتزاز الصين استراتيجيا أو محاولة الضغط عليها بطريقة أو بأخرى. أذكر أن هيلاري كلينتون حينما كانت وزيرة للخارجية الأمريكية بدأت تتحدث صراحة مع الرأي العام الأمريكي والجماعات المطالبة بالضغط على بكين فيما يخص حقوق الإنسان تحديدا، وقالت لهم هذه الملفات تأتي في المرتبة التالية بعد العلاقات الاقتصادية مع بكين، ما يعني أن تغيرا قد اعترى الدول الغربية فيما يخص أولوية الحديث مع الصين. هل يكون على العلاقات الاقتصادية والتجارية أولا ومن بعد ذلك تأتي الملفات السياسية، أو نصدر الملفات السياسية
الرئيسية في جدول الاهتمامات. يبدو أن إصرار الصين على مبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية، لأنها تعتبر أن قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات داخل الصين هي شؤون داخلية يتعين على كافة دول العالم بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدم التعرض لها بأي حال من الأحوال. المصالح الاقتصادية غلبت على الموقف الأمريكي والأوروبي في هذا المضمار، ومن ثم بات المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون يعطون أولوية لقضايا التجارة والاقتصاد وربما البيئة والمناخ، ثم من بعد ذلك تأتي الملفات المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات، والتي لا تعيرها الصين اهتماما كبيرا، وتشترط على الدول التي تتحاور معها وتتفاوض معها أن لا تتعرض لهكذا قضايا. لذلك أتصور أن شولتس على سبيل المثال يركز بالأساس على تنافس عادل مع الصين، يركز على إجراءات الحمائية التي تتخذها الصين والدعم المقدم لمنتجي السيارات ومنتجي السلع المختلفة في الصين، والذي يؤدي إلى منافسة غير عادلة مع نظرائهم في ألمانيا والدول الأوروبية. مسألة تحول الطاقة مسألة مهمة جدا، لأن الصين هي أكبر دولة تصدر الانبعاثات الغازية الضارة التي تلوث البيئة في العالم، لأن الصين هي مصنع العالم. حتى صناعة السيارات الألمانية كلها موجود داخل الصين، وبالتالي هناك محاولات لدعم تحول الصين في مجال الطاقة نحو الطاقة المتجددة، وقد قطعت الصين أشواط مهمة لدرجة أن الصين هي من أولى دول العالم في التحول الطاقي والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية، إلى جانب الوقود الأحفوري بالمناسبة. لازالت الصين هي أكبر مستورد للنفط والغاز والفحم والوقود الأحفوري حول العالم. مسألة المناخ، بما أن الصين أكبر دولة ملوثة للبيئة في العالم، هناك حديث عن ضرورة تحمل الصين مسؤولياتها والقيام بواجباتها في هذا المضمار من خلال مساعدة الدول النامية التي لا ذنب لها في مسألة التلوث البيئي، عليها أن تساعدها من أجل التكيف مع التغير المناخي وأشياء من هذا القبيل. لكن يظل الاقتصاد والتجارة علاوة على قضايا استراتيجية جديدة كبحر الصين الجنوبي، مسألة تايوان، لعب الصين دور في الحرب الروسية الأوكرانية، مسألة أيضا التموضع العسكري الصيني حول العالم. الصين بات لها قواعد عسكرية في جيبوتي في بعض المواضع حول العالم بذريعة حماية المصالح الاقتصادية الصينية، أي أن الصين تتحول تدريجيا إلى لاعب استراتيجي عالمي. والأسطول أيضا اللي ظهر مؤخرا في منطقة البحر الأحمر بعد التهديد عقب الحرب على قطاع غزة تدرك جيدا دكتور بشير أيضا هذا الأمر كان محل تساؤلات كثيرة، على الرغم من أنه المراكب أو السفن المتجهة إلى آسيا لا تتعرض لأضرار في المجمل. على أي حال سأعود لهذه النقطة، ولكن معي الآن من القاهرة السفير عزت سعد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. سيادة السفير مرحبا بحضرتك في هذا النقاش. تعارض ألمانيا بشدة السياسات الداخلية في التكتل الأوروبي اللي يمكن بتستهدف إلى تقليص الاعتماد على الصين. زيارة المستشار الألماني بنحللها الآن في هذه الحلقة، هل تزيد من الانقسام الأوروبي في رأيك حول مسألة العلاقة مع الصين؟ هو مساء الخير وشكرا جزيلا على المداخلة. الحقيقة أنه الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فيما بينها وبشكل يعني غير معلن عادة ما تتهم فرنسا وألمانيا بقدر كبير من النفاق فيما يتعلق بالعلاقات مع الصين. يعني هناك في الواقع العملي ما يشبه استباق بين باريس وبرلين على كسب ود الصين. أنا بتكلم عن الأجندة الاقتصادية بشكل محدد. وهناك حرص كبير جدا من هاتين الدولتين اللي هما الدولتين الأكبر اقتصادا في الاتحاد الأوروبي على الإبقاء والحفاظ على علاقاتهما الاقتصادية المهمة والقوية مع الصين. وأعتقد أن زيارة شولتز بتأتي في المقام الأول في هذا السياق. هي تاني زيارة زي ما حضرتك عارفة، هو عمل زيارة قبل كده في نوفمبر 22 تاني زيارة، وباين من الوفد المرافق ليه انه التعاون الاقتصادي او المصالح الاقتصادية الألمانية
في الصين، حيث تعمل 5000 شركة ألمانية هناك لها الأولوية على ما عداه. وطبعا في يمكن الصديق العزيز الدكتور بشير، أنا يعني أعتقد هو اللي كان بيتحدث قبلي. نعم صحيح. هو الراجل بيحمل أجندة أوروبية وأجندة غربية في هذه الزيارة. الأجندة الأوروبية طبعا زي ما يمكن حضرتك قلتي أو ألمحتي من شوية، في شكاوى من دول أوروبية كثيرة من أن واردات أوروبا من بعض المنتجات الصينية بالذات السيارات الكهربائية إلى آخره في مشاكل. فهو شولتز مفروض هيحاول يتطرق إلى هذه القضايا. وفي قضايا سياسية برضه هو بيحملها باعتباره. نعم. على ذكر السياسة السفير، على ذكر هذه القضايا أتوقف عند نقطة محددة. المحادثات بين ألمانيا والصين تضمنت أيضا مؤتمر للسلام مرتقب حول أوكرانيا في سويسرا في شهر يونيو المقبل. تمام. هل هناك توقعات لدور الصيني في التأثير على روسيا أو إقناع روسيا للمشاركة في هذا المؤتمر على الأقل؟ هو طبعا يعني هم الغربيين، الولايات المتحدة وحلفائها عندهم هاجس كبير جدا انه الصين بتساعد روسيا ولها نفوذ كبير على الروس، بحيث ان هم الصينيين يستطيعوا ان يفعلوا شيء في هذا السياق. زي ما حضرتك عارفة المؤتمر اللي تمت الدعوة اليه، مؤتمر السلام اللي مفروض يعقد في سويسرا في منتصف يونيو المقبل، روسيا ليست مدعوة في هذا المؤتمر. والواحد من أهداف الزيارة سياسيا هو محاولة شولت إقناع شي جين بينج أو القيادة الصينية أن تشارك في هذا المؤتمر. الصين لها موقف واضح أنه لا يمكن أنه يبقى في مؤتمر سلام بين طرفين متحاربين طرف منهم مجهل وغائب تماما. الجزء الآخر برضو مهم جدا ارتباطا بالجوانب السياسية لهذه الزيارة. ألمانيا برضو عندها قناعة زي غيرها من التحالف الغربي، أعضاء التحالف الغربي، إن الصين منذ أن توسطت في استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية تستطيع أيضا أن تكبح جماح إيران ارتباطا بقضية التصعيد مع إسرائيل واللي شاهدناه. نعم صحيح. الأيام القليلة الماضية ده برضو موضوع مهم شولتز مفروض أنه هو يتحدث فيه مع الجانب. على أي حال أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على إضاءة هذه المحاور السفير عزة سعد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق من القاهرة، شكرا جزيلا لحضرتك. أعود مرة أخرى إلى برلين مع سيد عبد المسيح. سيد عبد المسيح، الملفات السياسية الأبرز التي ربما قابلة لرؤى مشتركة أو قابلة ليست للمناقشة فقط ولكن قابلة للتطبيق على أرض الواقع، سواء كان مسألة أوكرانيا أو مؤتمر السلام أو مسألة التأثير على إيران فيما يتعلق بالتوتر في منطقة الشرق الأوسط، كل هذه الأمور، ما الملفات الأبرز التي من الممكن أن تكون حاضرة أو قابلة لأرضية مشتركة بين الطرفين؟ يعني كما تفضلت ربما الملفين الأساسيين هما ملف إيران وملف أوكرانيا ربما بشكل أساسي، ولكن يعني كما أسلف ربما سعادة السفير من الصعب جدا الوصول إلى نتائج طالما أن الأوروبيين حتى الآن لا يوافقون على الحوار أو على الجلوس على طاولة واحدة مع الروس، وهذه نقطة يعني كبيرة مهمة في هذا السياق. لا يمكن الحديث عن أي تقارب، لا يمكن حتى للصين أن تفعل أي شيء وأن تحقق أي نتائج إيجابية في هذا الملف طالما أن أوروبا حتى الآن ليست مستعدة للجلوس على طاولة واحدة للتفاوض مع الروس. طبعا السبب أن أمريكا بشكل أو بآخر ترفض هذا الأمر بشكل واضح جدا وتمنع بشكل أو بآخر، إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر،
الاتحاد الأوروبي وأي دولة حتى بشكل مستقل أن تفاوض أو أن يمكن أن تفتح نقاش حول حل الأزمة الأوكرانية لوحدها. وبالتالي هذا الملف أعتقد أنه حتى الآن لا يوجد أي أفق. طبعا هنالك رغبة حقيقية، يعني هذه الدعوة اليوم إلى مؤتمر سلام في لأوكرانيا بوجود الصين هي تترجى، يعني أوروبا تتمنى أن يكون هنالك دور من خلال ربما الصين لحل هذه الأزمة، لأنها بشكل أو بآخر غير قادرة بسبب الفيتو الأمريكي، بسبب الضغط الأمريكي والنفوذ الأمريكي داخل القارة الأوروبية على يعني السير بأي خطوات باتجاه روسيا لوحدها. وبالتالي هذا الملف أعتقد أنه من الصعب تحقيق يعني حتى الآن أي تقدم فيه بشكل أو بآخر. فيما يتعلق بالملف الإيراني، أعتقد أن هذا يمكن أن يكون هنالك بعض التقارب بشكل أو بآخر. طبعا الصين لها نفوذ كبير في إيران، ويعني المسألة الإيرانية وحتى العلاقات الإيرانية الأوروبية بشكل أو بآخر علاقات إلى حد ما لا تتسم بالتوتر الشديد كما هو الحال ظاهريا بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ونتذكر عندما انسحبت أمريكا من يعني الاتفاق النووي، أوروبا عارضت هذا الانسحاب واستمرت به لبل أنها استنت الصين لتتخطى العقوبات الأمريكية والفيتو الأمريكي، واستمرت العلاقات. لم تعارض فقط، حتى أنها توسطت في أكثر من مرة يعني لإعادة أو إحياء هذا الاتفاق. على أي حال يعني اسمحوا لي ضيوف الكرام أن تتفضلوا قليلا بالبقاء معنا. مشاهدينا الكرام، سنذهب إلى فاصل قصير ونعود لاستكمال هذا النقاش، ابقوا معنا. مرحبا بحضراتكم من جديد. هذه المرة أذهب إلى شيكاغو مع غريغ كاتز الباحث في الشؤون الأمريكية. سيد غريغ، هناك مسألة يطرحها بعض المراقبين متعلقة بتخوف الأوروبيين من فوز دونالد ترامب عقب الانتخابات الأمريكية في نهاية هذا العام. وكما تعلم العلاقة ما بين أوروبا وإدارة ترامب لم تكن على أفضل حال، من ثم يريدون اللجوء إلى المعسكر الشرقي تحديدا الصين تخوفا من هذا الأمر. ما رأيك في هذا الطرح؟ أعتقد أن هناك مخاوف كبيرة لدى أوروبا في هذا الأمر، وأيضا للصين كذلك، لأن هناك الكثير الأمور المتعلقة بترامب لم يكن لطيفا في علاقاته مع الصينيين. بالطبع هذه مسألة تتصل بالإعداد الجيد لأسوأ السيناريوهات فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الصينية. وبالطبع نصر أو انتصار ترامب في هذه الانتخابات الجديدة سوف يكون له كثير من التداعيات، ولن يكون على ما يرام بالنسبة للأوروبيين أو الصينيين، حيث أن ترامب تعهد بخروج الولايات المتحدة من الناتو خلال بعض المناقشات. وعندما كان هناك حديث بشأن المعاهدة النووية مع إيران، أيضا ذكر أنه ربما ينسحب كذلك الانسحاب من اتفاقية المناخ. فبالتالي انتصار ترامب في هذه الانتخابات ربما يؤدي إلى كارثة بالنسبة لأوروبا أو للصين، هذا من وجهة النظر الأوروبية والصينية. فبالطبع ترامب لديه كثير من الترابط مع الجانب الروسي، وربما هذا يغير الكثير من الواقع. طيب أستاذة سعاد، هل الصين لديها أو تمتلك أدوات في هذه المرحلة لتحقيق أي اختراقات أو تطور إيجابي في الملفات السياسية التي ذكرناها منذ قليل كملف أوكرانيا عن طريق المؤتمر السلام، أو بالضغط على روسيا طبعا، أو ملف كملف إيران والتصعيد الحاصل الآن في منطقة الشرق الأوسط؟ وفي مثل هذه الشؤون يمكن أن نرى أن الصين دائما تبذل جهودها لتسوية سياسية ولهذه المشاكل وهذه الأزمة. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن نلاحظ من حيث هذه الزيارة
أكدت الوزارة الخارجية أن رئيس الصيني شي والمستشار الألماني شولتز قد تحدث عن مثل هذه الشؤون الإقليمية والعالمية الهامة، حيث توصل إلى بعض الآراء المشتركة الهامة، ومن بينها مثلا من حيث في أزمة الأوكرانية تلتزم كل من الدولة الصينية والألمانية بميثاق الأمم المتحدة وبما فيها حماية السلامة وسلامة الأراضي والسيادة الوطنية لكل جانب من الجانبين الصراع. لكن هل تستطيع الضغط على أوروبا عن طريق ألمانيا وفرنسا بقبول روسيا كحاضر أساسي في هذا المؤتمر، والضغط أيضا على بوتين لقبول الدعوة إن تمت؟ وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن نرى أن الجانبين الصيني والألماني أيضا توصل إلى اتفاق بدعوة الأطراف المعنية بمعارضة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية. ويمكن أن نلاحظ أن شولتز في زيارته السابقة للصين قد أكدت يعني هذه مثل هذه الآراء المشتركة التي تم التوصل إليه بينها وبين الجانب بينه وبين الجانب الصيني. وأعتقد وبالإضافة إلى ذلك يعني يمكن نلاحظ أن الموقف الصيني تجاه الأزمة الأوكرانية حيادي وثابت، ولا يمكن يعني يلتزم بإجراء المؤتمر الدولي السلام. يجب عليه أن يكون بمشاركة كل جانب من الجانبين الروسي والأوكراني. وأعتقد أن هذه يعني زيارة يمكن أن عبرها تتحدث وتبادل الجانبين الصيني والألماني آرائهما حول مثل هذه الشؤون الهامة، ثم يعني لتجيد المزيد من الآراء المشتركة حول حل مثل هذه الأزمة. نعم. طيب أستقبل الآن من دبي إلهام لي الباحث في العلوم السياسية، مرحبا بحضرتك. يعني توقيت مهم لهذه الزيارة، ولكن ما أبرز نقاط الاتفاق بين الطرفين التي من الممكن أن يعني تأخذ إلى مسار جديد في العلاقات بين أوروبا والصين؟ نعم، أولا وقبل كل شيء شكرا جزيلا للدعوة. في الحقيقة عندما نتكلم عن هذه الزيارة نتكلم عن عدة النتائج، وخاصة نتكلم عن أهمية شرف في قادة الدول الأوروبية. في الحقيقة كما تفضلت هناك مسار جديد أمام العلاقات الصينية الأوروبية أو الخيار للعودة إلى الحرب الباردة، وخاصة عندما نتكلم عن العلاقات بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة. لكن زيارة شولتز هذه المرة يدل على أن هناك مسار مختلفة عن المسار الأمريكي تجاه الصين. في الحقيقة خلال هذه الزيارة لاحظنا أن هناك زيارة لشولتز إلى عدد من الفروع لشركات الألمانية في الصين. بالإضافة إلى ذلك هناك مواقف ثابتة من جانب الألماني تجاه الصين، وخاصة عندما نتكلم عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأيضا لإيجاد مزيد من المفاهيم المشتركة بين الجانبين، وخاصة نعلم أن هناك خلافات واضحة بين كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. صحيح. حتى مع الولايات المتحدة. لكن سيد إلهام اسمح لي، الصين موقف الصين يعني الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية علمنا ما تريد ربما من هذا التقارب، لكن ما مصلحة الصين من هذا التقارب مع الدول الأوروبية؟ طبعا المصالح مشتركة ليس فقط للصين فقط، بل أيضا لألمانيا وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية. وأولا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، الآن الاتحاد الأوروبي أو نتكلم عن حلف ناتو، في الحقيقة بالداخل
هاتين المنظمتين هناك خلافات واضحة جدا، وبالإضافة إلى ذلك المصالح للصين أول شيء لإصلاحها في النظام العالمي ولجعلها أكثر متعددة الأطراف ومتعددة القطبية وليس لقطب واحد. بالإضافة إلى ذلك نتكلم بمرارا وتكرارا عن التعاون الاقتصادي والتجاري، وخاصة نتكلم عن الحرب الركائزة بين الصين والولايات المتحدة، ولكن نتكلم عن زيارة السابقة لرئيس الوزراء الهولندي إلى الصين في الشهر الماضي، والآن زيارة لشولتز إلى الصين. ففي الحقيقة نعلم أن الاتحاد الأوروبي وخاصة بألمانيا وفرنسا وهولندا متميزة في الطاقة المتجددة والطاقة الجديدة وأيضا للتكنولوجيا العالية، لذلك هناك مسارة واضحة ومشرقة للتعاون بين الصين والدول الأوروبية، وخاصة نعرف طبعا نعترف بأن هناك خلافات بين الصين والدول الأوروبية بشأن الأزمة الأوكرانية، ولكن هذا لا يؤثر على التعاون التجاري والاقتصادي، وخاصة بعد مرور أكثر من عامين للأزمة الأوكرانية لا نرى أن هناك زيادة مستمرة للتعاون بين الصين والدول الأوروبية رغم على الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. نعم. شكرا جزيلا إلهام لي الباحث في العلوم السياسية من دبي على هذه الإيضاحات. أعود للقاهرة مع الدكتور بشير. دكتور بشير، الجزء اللي يمكن كنت بتناقش فيه مع السيد كريك كاد منذ قليل، ما يحدث من تغييرات سياسية في الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام والتخوف الأوروبي كما تعلم طبعا فترة ترامب والعداء المباشر والواضح للصين، هل تعتقد أنها كلها تمهيدات لهذه المرحلة، لمرحلة فوز ترامب أو ما بعد ترامب؟ مسألة فوز ترامب إيمان أصبحت الآن محل جدل، لأن الرجل الآن يمثل أمام القضاء في قضايا جنائية، وهي المرة الأولى التي يشهدها رئيس أمريكي سابق. أيضا لا زالت هناك قضايا أخرى ومحاكمات تنتظر ترامب. ظني أن الدولة العميقة داخل الولايات المتحدة لها دور محوري في مآلات الأحداث وفي إخراج الانتخابات الأمريكية، بدليل أنه سمح لترامب بأن يخوض السباق الرئاسي، والحزب الديمقراطي حتى الآن لم يقدم مرشحا بديلا لبايدن رغم ظروفه الصحية والعمرية وأدائه الذي ليس على المستوى المطلوب، ما يعني أن هناك رغبة في استبقاء بايدن والسماح لترامب بخوض الانتخابات. إذا ما بقي الحال على ما هو عليه ربما تكون فرص ترامب أفضل بكثير، ما يعني أن الدولة العميقة تريد ترامب حتى يقوم بتصفية أزمات وخلافات عديدة وإدارة ملفات معقدة في السياسة الخارجية الأمريكية. أما إذا لم يسمح لترامب بخوض السباق الرئاسي فمعنى ذلك أن فرص بايدن للبقاء لولاية ثانية ستكون أكبر، وهذا سيضع الولايات المتحدة في مأزق لجهة صورتها العالمية وقدرة الرئيس الأمريكي على مباشرة مهامه بشكل أفضل. لكن في الإجمال العلاقة الأمريكية الصينية تتجه نحو اضطراب، لأن الصين تمضي بقوة إلى قمة النظام الدولي، الولايات المتحدة لا تريد نظاما دوليا متعدد الأقطاب ولا تريد أن تشاركها الصين إدارة النظام الدولي، لذلك هناك حرب تكنولوجية شعواء ما بين الولايات المتحدة والصين حول أشباه الموصلات، حول حقوق الملكية الفكرية. الولايات المتحدة تريد أن تحرم الصين من أشباه الموصلات، من مسألة سرقة الأسرار التكنولوجية والصناعية، علاوة على كسر احتكار الصين للموارد النادرة. الصين تكاد تكون هي أكبر دول العالم في احتكار الموارد النادرة التي تستخدم في الصناعات الدقيقة والمتطورة والإلكترونية وصناعات التسلح، لذلك الولايات المتحدة تكثف حربها التكنولوجية مع الصين. صحيح أنها تتحدث عن إدارة المنافسة وعن إمكانية التفاهم، لكن في نهاية المطاف الولايات المتحدة تقيم نيتو أسيوي، تحاول أن تتموضع عسكريا حول الصين وتشكل تحالفات تضم الهند وكوريا الجنوبية واليابان والدول الجزرية في المحيط الهادي، ما يعني أن إرادة الولايات المتحدة للتصعيد مع الصين تظل قائمة، الموقف من تايوان على سبيل المثال. وأيا كان شكل الإدارة الأمريكية المقبلة، يبدو أن التوجه الأمريكي نحو منع الصين من أن تتحول إلى قطب عالمي سيكون هدفا مشتركا لأي إدارة أمريكية، كما أن مسألة الصراع التكنولوجي أيضا مسألة قائمة،
وتستحوذ على اهتمام الإدارة الأمريكية أيا كانت خلفيتها السياسية. المشكلة في الجانب الأوروبي، الأوروبيون لا يريدون التماهي مع الولايات المتحدة في هذا النهج، لأنهم من قبل ذلك كانوا حلفاء لروسيا، وكان الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين روسيا وأوروبا كان هائلا في مجال الطاقة والخضروات والفواكه والصناعات المتطورة والتكنولوجيا والبيئة. لكن جاء الغزو الروسي لأوكرانيا وعطل هذا التقارب بشكل كبير بإعازة من الولايات المتحدة، بينما أوروبا تدفع الثمن. أوروبا الآن تحصل على الغاز المسالي الأمريكي بأربعة أضعاف الغاز الطبيعي الروسي. الاقتصاد الأوروبي يعاني بقوة، بينما الولايات المتحدة استفادت من الحرب الروسية الأوكرانية ومقاطعة روسيا اقتصاديا. لا يريد الأوروبيون أن يكرروا الخطأ الذي ارتكبوه مع روسيا بقطاعة روسيا اقتصاديا فيقاطعوا الصين أيضا، وتكون الكلفة أكبر بكثير على الاقتصادات الأوروبية، بينما الولايات المتحدة بعيدة وبمنأى عن أي أثار أو أعراض جانبية. لكن في عالم العلاقات الدولية لا ضمانات دكتور بشير، هذا مبدأ عام يعني حتى في علاقات الدول الأوروبية ببعضها، يعني لا ضمانات أيضا في مسألة أنه قد تختلف مع سياسة دولة ما أو قد تقاطع دولة ما في أي وقت، هذا ليس أمر محدد أو مضمون. إذا نظرنا إلى إيطاليا على سبيل المثال إيمان، إيطاليا كانت ضمن مبادرة الحزام والطريق وخرجت منها بضغوط أمريكية مخافة التغلغل الصيني في القارة العجوز، فإذا بنا نفاجأ بأن إيطاليا تعيد تدشين وتمد الجسور مع الصين مجددا. الأوروبيون بعد الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كوفيد 19 بدأوا يعانون بقوة من اضطراب سلاسل الإنتاج والتوريد، ومسألة أمن الطاقة وأمن الغذاء، ومسألة التسلح والاعتماد الاستراتيجي المفرط على الولايات المتحدة. استقلالية أوروبا استراتيجيا واقتصاديا تتآكل على حساب الاعتماد على الولايات المتحدة بشكل كبير. لذلك الأوروبيون يريدون أن يسلكوا مسارا مستقلا عن الولايات المتحدة في العلاقة مع الصين، خصوصا بعد تطور وربما صحيح والتنوع الاتجاهات او تنوع العلاقات من بين الطرفين، يعني كما تفعل كثير من الدول. اذهب للسيد عبد المسيح، اختتم معه النقاش. السيد عبد المسيح، ابرز نقاط الشراكه من وجهه نظرك، يمكن هذا نقطه طرحناها، لكن من وجهه نظرك ابرز نقاط الشراكه اللي ممكن يتم الاتفاق عليها بشكل جدي ما بين اوروبا والصين سواء سياسيا او اقتصاديا؟ يعني بشكل او باخر اعتقد الملف الاقتصادي هو يعني العنوان الاساسي لهذه الزياره وللاهتمامات الاوروبيه فيما يتعلق طبعا بالتصنيع والاقتصاد المفتوح والتبادل التجاري بين البلدين، كما تفضل ربما الضيوف فيما يتعلق بموضوع السيارات وغيرها، فيما يتعلق ايضا بالمواد الاوليه والاساسيه والحساسة للصناعات بشكل أو بآخر. الصين تعتبر مصدر رئيسي، إضافة إلى موضوع طبعا الضرائب بين الطرفين، وهذا أمر مهم جدا. أعتقد أن الاتفاق فيما بين الطرفين يعني قوي جدا، احتمالات الاتفاق واحتمالات التنسيق العالي في الملفات الاقتصادية أعتقد أنها لن يكون هنالك أي مشكلة. الصين ترغب بأن تستمر العلاقة وأن تنمو هذه العلاقة مع أوروبا، هي بحاجة إلى السوق الأوروبية، بحاجة إلى التبادل التجاري. الصين لم تبني حتى الآن معرفة وقدرة وتطور تكنولوجي بالشكل الذي موجود في أوروبا، وخصوصا في الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا العالية الجودة. أعتقد أن هذا الأمر بحاجة أيضا ما زال أن الصين إلى ما توصلت إليه أوروبا، بالإضافة إلى أن أيضا أوروبا بحاجة إلى السوق الصينية وإلى هذا، وبالتالي التوافق قائم وربما له فرص كبيرة. أما في الملف السياسي أعتقد حتى الآن هنالك جملة من الاختلافات فيما يتعلق بموضوع الحريات والديمقراطية داخل الصين. أعتقد أن هذا الملف ملف شائك وربما يعني تحدث به الضيوف أيضا، إضافة إلى الملف الأوكراني وهو ملف أيضا متشعب ومتعدد الرؤوس ومرتبط ربما بملفات وبدول أخرى، ليصعب على الطرفين التحكم بسياساتهم. يعني اليوم أوروبا تتمنى من الصين أن تلعب دور في إقناع روسيا للدخول إلى طاولة المفاوضات وحل هذه القضية، وكذلك الأمر أيضا هي الأوروبيين يرغبون أن يكون هنالك دور وضغوطات ربما على الولايات لكي يعني تقلل من سقف
يعني المحرمات عندها فيما يتعلق بموضوع التفاوض، وهذا أمر ليس من أمر السهل. لذلك أعتقد أن الملف السياسي لا أعتقد أن سوف يكون من التقدم، ولكن الملف الاقتصادي سوف يكون هناك توافق. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد المسيح، وأشكر جميع ضيوفي اللي انضموا إلينا في هذا النقاش وفي هذه الحلقة. من القاهرة الدكتور بشير عبد الفتاح الكاتب والباحث السياسي بالأهرام، من برلين عبد المسيح الشامي المحلل السياسي، ومن شيكاغو كريغ كادز الباحث في الشؤون الأمريكية، ومن بكين سعاد يايتشين هو الصحفية الصينية. شكرا لكم. إذن مشاهدينا الكرام، كنا معكم في هذه الحلقة ودلالات زيارة المستشار الألماني أولاف شولز إلى الصين، وما تحمله أيضا من أهداف بالنسبة للطرفين وبالنسبة طبعا للاتحاد الأوروبي ككل. شكرا جزيلا على طيب المتابعة، غدا حلقة جديدة من مطروح للنقاش. كنت معكم إيمان الحويزي، وإلى اللقاء.